تقدم فرقة أوبرا القاهرة على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نير ناجي ومشاركة كورال أوبرا القاهرة 3 حفلات متتالية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من داخل دار الأوبرا بالقاهرة. أحمد، إطلعنا عن أجواء الأوبرا اليوم وأهم الحفلات التي تشارك فيها أو يشارك فيها كورال أوبرا القاهرة. تحية لك إيمان، بالفعل نحييكم من دار الأوبرا المصرية وتحديدا من المسرح الكبير، حيث تتوالى أنشطة دار الأوبرا المصرية لتقديم حفلاتها الفنية الساهرة وسط إقبال جماهيري كبير على هذا الفن الراقي الأوبرالي الذي حريصة دار الأوبرا المصرية على تقديمه باستمرار من وقت لآخر. اليوم نشهد 3 حفلات أوبرالية عالمية يشهدها هنا المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وسط سعادة بالغة من الجمهور. تحدثت مع عدد من الجمهور الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الفن الراقي الذي تقدمه دار الأوبرا هنا، يعني تحديدا الحفل الأول أو الأوبرا الأولى هي كانت أوبرا الناي السحري لموتزارت، وهي آخر أوبرا قدمها موتزارت في عام 1791، وهي فيها جانب حواري إلى جانب الغناء الأوبرالي. وأيضا الأوبرا الثانية أو الحفل الثاني هو حفل ليفيردي، وهي أوبرا التروفاتوري، وهي من أشهر مؤلفاتي أيضا في حياتي الفنية الوسطى. أما الحفل الثالث فهو أوبرا توسكا لبوتشيني، وهي أيضا من أشهر المؤلفات العالمية للأوبرا. وإذا تحدثنا عن فرقة القاهرة أو فرقة أوبرا القاهرة، هي تأسست عام 1994 ولديها الكثير من الأوبرات العالمية التي تقدمها على مدار هذه السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنها أيضا لفت الكثير من أوبرات ودول العالم لتقديم هذه الأوبرات. وبالتالي نتحدث عن فن راقي قوة مصر الناعمة هنا في دار الأوبرا المصرية وتحديدا في المسرح الكبير. إليك إيمان. أشكرك جزيلا من دار الأوبرا المصرية أحمد الحسيني.